يسرني أن ألتقي بالأستاذ الدكتور مروان الحلبي رئيس الجمعية السورية للمولدين والنسائيين. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وأسعد الله أوقاتكم جميعا. أنا بقول لك الله يعطيك العافية على هذه الجهود المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر. أنا شفت في كتير ازدحام، في كتير ضغط، في كتير محاضرات ضمن برنامج المحاضرات، فيعني العناية الخاصة التي تعطيها لمثل هذا المؤتمر وربما لمؤتمرات سابقة في أعوام سابقة. يعني حقيقة يعني يمتاز هذا المؤتمر بالتواجد العربي والدولي الكبير، يعني حيث شارك فيه يعني معظم أو أهم الشخصيات العربية الطبية المميزة والعالمية. يعني استضفنا كبار الباحثين والناشرين بمنهجية عالية من كل الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الأجنبية الصديقة. إذا يمتاز أيضا بالبرنامج المتكامل المؤلف من 8 جلسات علمية طرحت أحدث المستجدات بالعقم والإخصاب المساعد، بطب الأم والجنين، بما يتعلق بالأمراض الخمجية والعقم، بالجراحة التنظيرية وأحدث التقنيات الجراحية أيضا. وأيضا سيتم من خلال المؤتمر وضع خارطة الطريق للتعاون بما يتعلق بجراحة الروبوت وآخر التطورات الجراحة التنظيرية مع المراكز العالمية مثل مركز إيركاد الفرنسي وبعض المراكز الأخرى. إذا يعني سيتفرع عن المؤتمر ورشات عمل صغيرة تضع خطة للتعامل أو للتعاون العلمي والأبحاث، ما تسمى أبحاث متعددة المراكز، لطلابنا وخاصة طلاب الدكتوراه ليتم احتضانهم من قبل هالمؤسسات العالمية ومن قبل هالأساتذة اللي راح يتعاونوا معنا بهالمؤتمر. إذا بس إذا سمحت لي أستاذ مروان، يعني اختيار المحاضرين لعناوين كبيرة ضمن جلسات متعددة اللي هي 8 جلسات كيف يتم؟ يعني حقيقة نحن وضعنا المحاور الأساسية للمؤتمر وتم انتقاء الأهم المتميزين على صعيد الوطن العربي والعام ودعوتهم، وهن كمان تشجعوا كثير للقدوم لسوريا. يعني بتعرفي أهمية هالتبادل الخبرات بالنسبة لنا، وما يعني ما كلهم كانوا متشجعين. سوريا بتحتضن كل الناس بالعالم، مثل ما قيل سابقا أنه كل إنسان له وطنين، هي بلده وسوريا. يعني اختلاف المؤتمر عن المؤتمرات في السنوات السابقة، هل هو فقط مجرد الحضور العربي المكثف؟ الاختلاف هو البرنامج العلمي المميز، التعاون العالي، الدقة بالنسبة للبحث العلمي، حتى على مستوى يعني مستوى الدراسات مثل كما أسلفت. أيضا تواجد بعض الشخصيات المهمة عالميا بالنسبة واللي ناشرين أكثر أبحاث في الوطن العربي كلهم متواجدين معنا هون بالمؤتمر، فهذا بنستفيد منهم بالميثودولوجي أو بمنهجية البحث العلمي إضافة للناحية الطبية. فيعني رح يتحقق الهدف الأساسي اللي هو تحسين نوعية الممارسة، اللي هدف كل طبيب موجود بجمعية التوليد وأمراض النساء، وبالتالي هذا رح ينعكس إيجابا على تحسين نوعية الخدمة المقدمة لمرضانا خاصة ضمن الصحة الإنجابية بشكل رئيسي. وأنا بنهاية اللقاء بدي أتشكر حضورك وجودك معنا الأستاذ الدكتور مروان الحلبي رئيس الجمعية السورية للمولدين والنسائيين، وأنت أيضا يعني الاختصاصي في طفل الأنبوب. يعني إلى أي حد هذا اختصاص طفل الأنبوب أخذ كمان حيز من اهتمامك ضمن محاضرات المؤتمر؟ حقيقة كان في جلستين مستقلتين لآخر المستجدات بما يتعلق بالإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب. إضافة سيتم طرح مواضيع عملية ضمن جلسات المناقشة ويعني تضع حلول لبعض المشكلات. يعني أنا الموضوع اللي راح أقدمه بشكل رئيسي هو حلول لمشكلة فشل التعشيش المتكرر اللي هي وفشل الأطفال الأنابيب. لذلك يعني يتم مناقشة طاولات مستديرة مع كل الباحثين والعلماء في الوطن العربي لوضع حلول تتناسب مع خصوصية مجتمعنا. أشكرك الأستاذ الدكتور مروان الحلبي وشكرا. شكر موصول لكم جميعا كمان لتسليط الضوء.